مساء الخير شو حلو السهر لما نكون مجموعين مع العيلة وخاصة لما يكون القمر مضوى ليالينا وهالل علينا قمرنا لليلة رح يفوت على بيوتكم تحت يسهر معكم تحت نحكي نحن وياكم بمواضيع مع ضيوف اشتقتولن وبتحبون وناطرين تسمعوا أخبارهم ليلة أمر هالبرنامج يلي عم بطلع عليكم خلال شهر رمضان المبارك تحت يضيف جزء من, من الحياة جزء من الأحوال اللي بتفرح وجزء من يمكن مستقبل ناطرين تفرحوا فيه خاصة عبر هذه الشاشة الصغيرة تلفزيون لبنان عمل فرق فرق بسهرات رمضانية فرق بمواضيع مميزة قدرت تغير قدرت تصنع مستقبل قدرت كمان بنفس الوقت تكون حاملة بطياتها مواضيع وأخبار فيها جرأة فيها صراحة وكمان فيها حب ليل وقمر فيكم تتواصلوا معنا عبر هاشتاغ ليل أندرسكور وقمر أو حتى عبر تويتر تقل أندرسكور ليل وقمر الليلة البداية رح تكون مع إنسان هدفه الأول لبنان عاشق هالبلد حبه من قلبه وبكل بساطة بيامل بشغلة وحدة أنه السلام هو أساس ومنه خيار بنستقبل سوا رحنا وياكم سعادة النايب أكيد منرحب فيه كلنا سوا نعمة فرين <تصفيق> 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 أهلا وسهلا كيفك كيف صحتك <applause> <applause> عليك تفضل كيفك خليلي ياكي يعني اهلا وسهلا احساس مغير الليله شو اللي مغير هيك بغير حلقات ما كنت حس بهال اللي هلا بتري ما خبرنا ما اكثر هي. شو حسيت لليله حاسس هيك كانه الزمن تاريخ لبنان هون بدري ليه في شيء بالهواء في شيء بالاوجه بالوجوه بالستوديو بدي هنيكن عليه انه يعني في تراث معين انا بفتخر فيه بفتخر انه اكون قاعد بمحل يمكن كان شوشو هون صحيح ريحة شوشو ما شو؟ من منون <applause> على كل حال نحن كمان فخر لأنك أنك تكون موجود معنا بشرفنا وبيشرفنا أني حاورك تحديدا أهلا وسهلا فيك الليلة خلينا نحكي أول مبروك فوزك بالانتخابات كلك بعد فوزك بالانتخابات شو مسعك؟ يعني الطريق بتبلش هلا أه مسعية مثل ما بلشت مثل ما بلشت بكل حياتي أه مع طول بعتبر الحياة رسالة وهيدي رسالة جديدة اخترت لحالي بس كانه كان قدري من زمان جربت اهرب منه الحقيقه بال2005 من شو هربت هربت من كون نائب انا كنت كل عمري احب كون كنت بال... خايفه من شيء لا من ابدا ابدا بس بطبيعتي بحب كون بالظل بحب كون انا عم اثر بلا ما اكون تحت الضوء هي هي طبيعتي وكل حياتي كنت هيك لا. هل ولكن قدري ولكن قدري <applause> كان على طول بيخدني تحت الضوء لا. هلا انجبرت تنفذ اذا بدك استسلمت للقدر انا بعتبر هالطريق اللي بلشته هلا اول شيء مش انا عم بلشها الوالد بلشها بيي جورج فريم جورج فريم يلي انا بفتخر انه حامل رساله مش بس رسالتي رسالته ورسالتي وماشيين فيها عنا صوره للبنان بما انه حامل رساله والدك ووالدك كان بوزاره الطاقه نعم شو راح يصير بالكهرباء؟ ولا عم تتقدم الكهرباء بس ما لا. في شك أنه إحنا اليوم عندي إحساس أنه بقشة تقنية الشغله اه وهي ما بحياتها كانت تقنية بس هلأ حتى في مش في بعد جديد صايرة اقتصادية كمان مه. اليوم كهرباء لبنان بس تولد عم تخسر مصاري كل ساعة بتزيد عم تسلمها للدولة. للشعب عم تخسر أكتر اه عم تحط أكتر على الخزينة هذا موضوع دقيق ما نبلش نفكر فيه ولكن المواطن من تاني مال آه عم يدفع اليوم فاتورتين يعني باسرع وقت لازم نلاقي حل حكيم اذا بدك يمكن يطلع الحل الحكيم انه يزيدوا التعرفه بقبيل الساعات الجديده نعم ونوصل على 24 ساعه ولكن بفاتوره واحدة ان شاء الله يكون اللبناني عم يدفع اكثر من ما عم يدفع هلا على الفاتوره اللي بيدفع على الكهربة الدولية بس اقل من اللي عم يدفعوا للكهرباء اليوم الكهرباء يلي هي كهربة الدولة وكهربة المولد بتصور هيدا الحل آه وساعتها نقدر نمشي بسرعة كتير ونقدر نفوت بالمشروع يلي نعمل كهرباء 24 ساعة يلي هو بالحقيقه مش انه عم نطير صاروخ على المريخ يعني. ان شاء الله هالتصور بصير مشروع ينفذ لانه نا. بدنا حل لهيدا الموضوع، خلينا نرجع لقصه الضوء وصرت تحت الضوء نعم وهيدا قدرك مثل ما كنت عم بتقول، يعني شو اللي ناطرنا بعد لقدام بما انه كنت دائما تحب تكون بالظل وتحب تحقق انجازات بدون ما حدا يعرف فيك، تكون الجندي المجهول، اليوم صرت على العلن، شو قادر تعمل؟ أول شيء بدي أتأكد أنه بقدر أعمل أكثر تحت الضوء من ما بقدر أعمل بالظل، وهيدا مش أكيد، هذا مش أكيد، بس عندي إحساس أنه يمكن يكون فيكي من جوا تعملي أكثر من ما برا خاصة بمجلس النواب. أنا اللي بدي أعمله بدي أعتبر أول شيء أنه في خبرات معينة جايبة معي، مثل كل شخص فات على مجلس النواب، جاي من محل، جاي من خبرة، وأنا مع وهالقانون الجديد الحلو بالنتيجة الشعب ما حدا عم يقدر يطلع على ظهر حدا، كثير قليل، يلي بيطلع بالحاصل تبع الليستا هودي يمكن بيشكلوا 10%، مع احترامي لهم، بس يلي عم يطلع باصوات كثيرة، يعني الشعب فكر كتير واختار انه بده شخص بهالمواصفات، بهالخبرة. أنا الخبرة اللي جايبها جايب شيء اسمه إذا بدك قيمة. مهمه للانتاجيه انا لالي الانتاجيه شغله كتير مهمه بحب انه تكون الدوله اللبنانيه اللي امام عيوني مؤسسه بحبها بس ما بفتخر فيها اف هذا كلام خطير نعم بدي انا اصير افتخر باللي بحبه وبدنا مؤسسه الدوله اللبنانيه نصير نحن كلبنانيه بالعالم كله نقول نحنا فخورين شو اللي اللبنانية انتاجيه الدوله اللبنانيه شو اللي نفتخر طيب بالمؤسسه ومؤسسه الدوله اللبنانيه؟ الانتاجيه والاحتراف نحنا بدنا نقوي الانتاجيه والاحتراف بكل مؤسسه الدوله اللبنانيه يلي مؤسسه بس اقول انا مؤسسه هي اكثر من مؤسسه جوا صحيح ولكن انا بدي اطلع عليها كمواطن عم يطلع على بلده بدي اطلع فيه بطريقه شامله انا لالي مواطن بتطلع بمؤسسة بإدارة الدولة اللبنانية كمؤسسة لازم تطلع فيها مؤسسة وحدة ومقسمة لقطاعات ومقسمة ل بالملاك بسموه الملاك يلي في عندك وزارات عندك قطاعات عندك مؤسسات هاو كلهم هاو كلهم لإلي أنا لازم يكونوا عم يشتغلوا كلهم سوا عم يتجهوا بنقطة وحدة شو هي النقطة؟ سعادة المواطن تعرفي أنه لو, لو هاي ما كنت, ما كنت جوابتيها بسرعة مش فايتي براس مجتمعنا أنه نحن عندنا حق بدنا إياه من, من بتوطننا. شو هو هالحق عم نطلب شيء شو هو عم نطلب السعادة م. نحن المواطن اللبناني الأم والبي والعائلة بدنا نساعدهم يكونوا سعيدين ولكن كيف ساقبت هلأ ما كنت مفكر فيها التويت اللي عملته هلأ من شوي م. اذا لاحظتي شو عم بيصير عدد الانتحار بلبنان بس بايار قطع ال 45 شخص انتحروا للاسف هيدا روكور في مشكله اساسيه ما حدا عم يطلع بسعادة الإنسان مش بس باللبنان. الانتحار سعادة النايب كمان على السلاح المتفلت اللي موجود خاصة أنه اليوم إيه؟ سجلت حادثة رؤى مظلوم هالبنت اللي عمرها أربع سنين للأسف نتيجة رصاص طايش توفت بلبنان تمام. بعد ما سمعت اليوم ما لحقت اسمع يعني للاسف هيدي كمان آه خبريه بتحز بقلبنا يعني شو ذنب هالاطفال وشو ذنب نعم. العالم الابرياء اللي عم بيروحوا هيك كمان هيدا موضوع لازم نشتغل عليه أكتر وأكتر كمان 100% 100% بالمية. بالمية. هو كلهم بيوقعوا تحت هالصوره نعم. انه لا مش عيب نحكي بموضوع انه الانسان بلبنان كل شي لازم يشتغل كل السياسه لازم تكون محورها كيف بدنا نطور حياة الإنسان بلبنان نعم تخليه أكثر سعيد ليخليه يكون عنده أمل أكثر للشاب بس يكون عم يدرس يفكر أنه أنا بدي أشتغل حد أهلي مش حاتركهم البي والأم يلي يعني بيكون عم بيضحوا بكل شيء للأسف تيعلموا أولادهم تا آخر شيء ودعوهم ويفلوا صوري صار يمكن أنا عم فكر من هلا بصير أفكر أنه يمكن سك... سكر كيف بدي كيف دي كيف دي شو بدي أتمنى لبنتي أنه تكون شاطرة نعم. ولا ما تكون شاطرة يمكن بديها ما تكون شاطرة تبقى بلبنان أو لابني وإذا بدي أتمنى لها تكون شاطرة وناجحة يمكن بدي بوسة وودعها وتسافر صوري تصوري لوين وصلنا لأنه ما عم نفكر بهالرؤية بدنا نفوت هالرؤية إلى القطاع العام وهذا على أساسه ترشحت وعلى أساسه عم يشتغل